سلام اخويا، اليوم فقنا مع الصباح لقينا واحد الدخان خارج من الاقامه. انا من الساكنة ديال البرنوصي حي الازهر لهنا 3، لقينا واحد الشراج مخرج منه واحد الدخان ماشي عادي، دخان ابيض، هذاك ضبابه بيضه كما كتعرف. فالتجأنا عيطنا على اول حاجه، عيطنا على سلطات الامن، رجال الامن والسنديك ديالنا، الاداره ديال السنديك باش يعرفوا هذا الشيء كيفاش. حنا الاولين اللي شفنا الدخان، ما تقدرش تقتحم من الدار ولا المنزل. فاش وصلنا قدام الموبل كيبان لينا الدخان بزاف والعيالات كيغوتوا، فما عندكش الحل كيفاش غدير. طلعوا الدراري ولاد الحي، فطلعوا لقاو بارطمان خاوي والدخان قاعده شاعله، ما بارطمان مفرشه ما والو. واللي داروا هاد الفاعله خويا ما لقاوهمش، ثلاثه هما كيقولوا ثلاثه د الناس خويا عافيه شاعله ديالاش والله اعلم. ماشي باش نقول لك سدادير بوطه ماناجورنان، لا شي ماده دي اخويا. اشنو هي الماده؟ يعني لقاو مواد تفجيريه ولقاو بوات، واحد اللعيبه انا ما عرفتهاش، بعدا هما كيقولوا لها بوات. اشنو هما البوات؟ ما عرفتهمش انا، قال لك هما اللي كيصوبوا. هادشي اللي شفنا وراه كما كتشوفها الدار ديال من تما، الدار ديال مولاها. وهادوك كاين شي كيقول لك باصه، شي كيقول لك بنايه، كل دابا راك عارف كطيح البطانه كيكثروا الجناه. كل واحد اش كيقول لي حد الان باق ما عرفناهمش هما شكون. حنا فاش طلعنا واحد الدري بحال هكا، طلعنا لفوق لقينا حتى شي واحد بعدا، لقينا الضبابه في الدار. يعني بارت ما خاوش، فهمتش؟ يعني حتى واحد ما قدر يطلع. طلعنا واحد الدري، لقينا الضبابه، حلينا الشراجم، قلبنا على واش كاين شي واحد كاين تما ولا شي، ما لقينا حتى شي واحد. يعني مفسونا قال لك الدراري هرب، كلشي محروم. واش فهمتي؟ هاد اللي داروا الفاعله تا هما راه تحرموا، واكلين الدق. هادشي اللي كيقولوا الناس، كيقول لك خرجوا من هنا كيجريهم حروقين، شي في يدو شي في صدرو. سمعناه هو اللي راه كنسحبوا في الاول البوطه، حنا كنسحبوها بوطه في الاول ولا البوطه، حيت تفرقعها بشي. قلبنا ما لقينا والو، لقينا الدخان ابيض، ماشي يعني كان الخاطر، يعني كان الخاطر باقي. واش فهمتي؟ حنا طالعين كان الخاطر باقي، كانوا بواز جوج، كانوا بواس، كان مواد تفجيريه. بواس كبار، لا على شكل بحال البوطاش، بواس بحال القراعي ديال الماء الصغيره، بحال قرعه الماء الصغيره ديال شي شاري يدوي. لا مصنوعين. واش عمر واحد كاري تما؟ ما عرفتش وحنا ما عرفناهاش واش كارينها والساكنين فيها واش خدامين فيها، والله اعلم. لحد الان باقي ما عرفنا والو اخويا، لحد الان باقيين كنسولوا حتى حنا. يعني راه حضر بان حضرات الشرطه العلميه، وحضروا بزاف ديال الامن. الصراحه داروا خدمتهم تامه، الاسعاف تامه داروا خدمتهم، وهذا الشيء اللي كاين.